الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين، يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى، يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق، يا رسول الله، الصلاة والسلام يا من أسرى بك المهيمن ليلا، يا من أسرى بك المهيمن ليلا وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام، وإلى المنتهى كريما، وإلى المنتهى رفعت كريما، وسمعت النداء عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا من الثمان الثوى الأنام نيام، وتقدمت للصلاة فصلى وإلى المنتهى رفعت كريما، وسمعت النداء عليك السلام، يا كريم الأخلاق، يا رسول الله.
الله